نقدم لكم واحد الوصفه ديال الرايب طبيعي محلي بالابقار، طبيعي 100%. هذه الوصفه هذه غادي نحتاجوا ان شاء الله حليب ابقار طبيعي كامل الدسم، وغادي نحتاجوا هذه العشبه هذه ديال كتكون كتنظف القوق ديال الخرشف البلدي، النواره ديال القوق ديال الخرشف البلدي كيتسمى عندنا هنايا في منطقه كتسمى الحك. غادي نحتاجوا صفايه وجبابنا، اذا غادي نبداو على بركه الله. كناخذوا الحليب ديالنا، كناخذوا واحد الكميه ديال واحد جوج معالق ديال هذا الحك هذا، كنوضعوه في هذا الحليب هذا، كنبقاو نحركوه بهذه الطريقه هذه على الاقل واحد جوج دقائق. كنستمروا على هذه العمليه هذه وعلى واحد مدة ديال جوج دقائق على الاقل. وكنحطوه في مكان دافئ، مكان دافئ يكون سخون شي شويه حتى يتماسك، يبدا يتماسك ببعضياته، ديك الساعه كندخلوه للثلاجة وبصحة وراحة. اذا الاخوان هذه هي النتيجه، احنا حصلنا على رايب متماسك طبيعي بصحة وراحة.